السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي وصديقاتي. موضوع اليوم هو الأنتونيم أو ما يسمى بالمتضادات. عندنا envoyer لدهو recevoir soutir لدهو parler disparaître لدهو paraître sécher لدهو mouiller le bruit لدهو le calme la guerre لدهو la paix l'optimisme des Doha, le pessimisme, l'avare des Doha, la générosité, échouer des Doha, la réussir. Donc, كنتمنى انكم تنجحوا في التفاعل ديالكم مع هذا الفيديو والاشتراك ديالكم معاه. كنتمنى انكم تستافدوا من هذه الكلمات والاعداد ديالها. وشكرا لكم اخواني واخواتي. شكرا.